السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج أزمة أخلاق. صباح الخير مشاهدينا في كل مكان. حلقتنا النهاردة حلقة قوية، نرجو المتابعة. واسمحوا لي في بداية الحلقة أن أرحب بالداعية الإسلامي الشيخ أيمن المصري. صباح الخير يا شيخ أيمن. صباح الخير أستاذ إبراهيم، أهلا بيك وأهلا بمشاهدينك الكرام في كل مكان. يا أهلا وسهلا يا فندم، أهلا وسهلا. مشاهدينا في كل مكان في مصر وفي الوطن العربي، النهاردة حلقتنا حلقة قوية وحلقة مهمة جدا، وهي بعنوان لئن شكرتم لأزيدنكم. وإحنا عارفين قد إيه الشكر مطلوب لله سبحانه وتعالى، أن نحمد ربنا على السراء والضراء، وإن شاء الله بإذن الله مكملين في علاج السحر، وإن شاء الله بإذن الله أي حد مريض أي حد مبتلي يتواصل مع الشيخ أيمن. وبنقول بس شبابنا في الكنترول ينزلوا أرقام الشيخ أيمن المصري على الشاشة. أي حد مريض أي حد مبتلي بقى من السحر من الحسد أي ابتلاء يتواصل مع الشيخ أيمن المصري إن شاء الله بإذن الله، والشيخ أيمن على أتم استعداد إن شاء الله بإذن الله للعلاج. ربنا يشفيكم جميعا، وربنا يرفع يا رب الغمة عن هذه الأمة. النهاردة حلقتنا لئن شكرتم لأزيدنكم، ودايما بنقول ولا ننكر أبدا أن الكل يبحث عن السعادة، كلنا جميعا نبحث عن السعادة، ولا نعتقد أبدا أن فينا حد بيبحث عن الشقاء والتعب. وبحثنا عن السعادة مجملنا يعني أو أكثرنا يقول السعادة بجمع المال وتكنيز المال، والبحث دائما على المال والفلوس، وعندما يتجمع المال ويكنزه لا يوجد السعادة الحقيقية في هذا المال. السعادة الحقيقية في نقاء وراحة القلب واطمئنان النفس وسلامة الجسد. وخليني أدخل سريعا مع الشيخ أيمن في حلقتنا. شيخ أيمن، كيف نحقق الشكر والعبودية لله، هذا الإله العظيم ربنا سبحانه وتعالى ادنا نعم كتير، ولا تعد نعمة الله فلا تحصوها. يعني نعم كتير عندنا، معافاة في الجسد وراحة البال وأموال وصحة وأولاد ومصانع وشركات، الخير كتير جدا. ازاي نحقق بقى الشكر لله سبحانه وتعالى؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، وبعد، أسأل الله أن يجعلني وإياك وجميع المشاهدين من الشاكرين. آمين يا رب العالمين. لأن الشاكرين قلة، والله تبارك وتعالى أخبرنا بهذا، وقليل من عبادي الشكور. الشكر، لو حققنا الشكر لارتحنا وارتاحت النفوس، وعشنا حياة السعداء في الدنيا وفي الآخرة. في ناس كتير في نعم، زي ما حضرتك قلت، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والله نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى. لكن إزاي أحقق الشكر؟ إحنا قلنا في اللقاء الماضي نحقق الشكر في ثلاث أركان، إما باللسان، وإما بالقلب، وإما بالجوارح. طبعا مش إما يعني لا، يعني في ثلاث أركان للشكر، لسان قلب جوارح. تمام. اللسان إن أنت تتحدث دايما بنعم الله عليك. كم واحد بتقابله تقول له عامل إيه يقول لك الحمد لله؟ والله يعني نادرا يا شيخ أيمن، دايما يعني يشتكوا بقى الفقر والمعاناة والتعب والشقاء والمرض. كم واحد لما تسأله تقول له مشاريعك وحياتك عاملة إيه يقول لك الحمد لله؟ أهو يقول لك الدنيا واقفة ومفيش شغل والحالة نايمة وبتاع ومش عارف إيه، هل بقى بيبعد العين عنه وما يعرفش بقى. كم واحد بتسأله تقول له أولادك عاملين إيه يقول لك الحمد لله؟ يقولوا الأولاد تعبانين، الأولاد تعبيني، الأولاد ما بيذاكروش، الأولاد ما مش ناجحين كده يعني. كم واحد بيسأله وتقول له زوجتك عاملة إيه معاك يقول لك الحمد لله؟ تعبان وزهقان وعايز أغير وعايز أتجوز عليها وعايز أعمل وعايز أسوي. كم واحد بتسأله تقول له صحتك وأخبارك مع الله عاملة إيه بيقول لك الحمد لله؟ أهو نادرا يعني إلا من رحم ربي يا شيخ أيمن. أسأل الله أن يجعلنا من الحامدين. آمين يا رب. أفضل عباد عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الحمادون.
الحمادون اللي دايما بيذكر ويشكر ربه بلسانه. لأن سيدنا موسى لما سأل ربه قال يا ربي علمني يا رب علمني كيف أشكرك. فقال يا موسى إن ذكرتني فقد شكرتني وإن نسيتني فقد كفرتني. طول ما أنت يا موسى عمال تذكرني وتسبحني، طول ما أنت عمال تحمدني أنت كده شكرت النعم. خلي بالك ربنا كريم جدا وعظيم جدا، بأقل الكلمات بكلمة حمد والله يرضى عنك الله. ربنا جميل كريم عظيم. تخيل بس أنت بس قول الحمد لله اللسان، وأما بنعمة ربك فحدث. يا أخي والله ده أنت في نعم. لما واحد يسألك صحتك عاملة إيه قول له الحمد لله. أنت مريض بأي مرض، عندك أي شيء، في غيرك مبتلى أكتر منك. تعرف يا شيخ أيمن لما تيجي تسأل حد يقول الحمد لله، يعني ما برضاش يقول الحمد لله، يعني بيفتكر اللي قدامه ده هيحسده على ماله بقى، على أولاده، فيضطر بقى يخترع له أي حاجة يقول له أهي ماشية، والله ماشية بالعافية، والله الدنيا ضنك، والله مش عارفة إيه، قال يعني كده بيبعد العين والحسد عنه. يعني كلام خطأ خطأ. أنا عايز أحقق الشكر. ما هو ده دورك بقى يا شيخ أيمن، إن إحنا نعرف ونوعي الناس. إحنا في نعم لا تعد ولا تحصى. طب أقول لك حضرتك على حاجة. اتفضل. تعرف إن أنا وأنت ويعني بفضل الله كل المشاهدين حتى لو كان فقير جدا. إحنا عايشين أحسن من عيشة قارون. إزاي بقى يا شيخ أيمن فهمني الحتة دي؟ إزاي يعني أحسن من عيشة قارون يعني؟ طيب هو قارون كان معاه إيه؟ كان معاه 70,000 رجل حاملين بس مفاتيح خزائنه يعني. طيب كان عنده ميه ساقعه بيشربها من الثلاجه؟ لا. في الصيف كان عنده مروحه او تكييف قاعد كده باشا؟ لا، ما كانش لسه اخترعوا الموضوع ده. كانش فيه مراوح، كان واحد يفضل كده يقعد يهو عليه كده. كان لما يجي يركب الدابه ولا يركب العربيه ولا المواصلات والاحدث، في ساعه تروح مش عارف في اخر طيارات بقى، والطياره تروح البلاد. لا دبه يعني يقعد بالست شهور وبالثلاث شهور. انت دلوقتي عندك امكانيات وتجهيزات تعيش عيشه افضل من قارون، معاه فلوس بس كان يقدر يقعد كده في جو كله تكييف؟ لا طبعا. يبقى احنا افضل ولا هو؟ يعني على المستوى المعيشي بقى والرفاهيه يعني كان احنا معاه مفاتيح قد ايه عشان الخزائن؟ كتير جدا. بتشيلها الجنود بتشيلها صح؟ طب دلوقتي فيزا كارت قد كده تحطه فلوس في البنك، حط زي ما انت عايز. يبقى احنا احسن ولا هو؟ الله يفتح عليك يا شيخ ايمن. فاحنا عايشين في نعم. اقسم بالله احنا في نعم لا تعد ولا تحصى. بس مشكلتنا ان احنا بنكفر بنعم الله. والله تبارك وتعالى اخبرنا بهذا في كتابه: ولقد اتينا لقمان الحكمه ان اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. هو أنت تخيلك شكرك ده هيفيد الملك بشيء؟ أو حتى وجودك في الكون أو وجودك في الحياة، أنت أو غيرك، لا ينقص في ملك الله شيئا. يعني شكرك مش هيزيد في ملك الله طبعاً شيئا طبعا. وإن لم تشكر فلا ينقص ذلك من ملك الله شيئا. يبقى أنت بتشكر، الإعادة بتعود على مين؟ على نفسك يعني صح. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر كفر. أيوة، ما أنت لو أنت ما حمدتش ربك على النعم وما حمدتش ربك على الخيرات اللي أنت فيها، هو ده كفر يا شيخ أيمن؟ طبعا. يعني الواحد علشان مثلا ما يحمدش ربنا على النعم اللي هو فيها، مش هو ربنا سبحانه بيقول لسيدنا موسى وإن نسيتني فقد كفرتني؟ أنت بتتذكر ربنا دايما في كل وقت. أيوة. أنت خارج راح لشغلك. طيب سيدنا داود. طب سيدنا داود بعد الاتصال يا شيخ، بعد المداخله دي معانا الست ام محمد. اهلا بيك يا فندم، اتفضل. الو، انا من فضلك وطي صوت التلفزيون خالص وكلمينا من التليفون سريعا. اتفضلي. انا مثلا عايزه اتواصل مع الشيخ ايمن. يا اهلا وسهلا، اتفضلي الشيخ ايمن معاكي. انا نفسيتي تعبانه قوي، يعني مثلا انا عندي حماتي تعبان،
سريعا يا ست ام محمد اتفضلي. تعبانه ومثلا انا اللي بخدمها، انا اقرب لها من ولادها، انا عايشه وياها في نفس الشقه. كملي. مثلا هي راقت والحمد لله من الجلطات وكده، بس انا بخدمها بتضايقني وبتتعبني، فانا بضطر ان انا مثلا اقفل باب عليها او حاجه. لما ولادها قالوا لي علشان هي ما تخرجش وكده بتوقع تتكسر مثلا لها ظروف، فضيعت عليا، فانا نفسيتي تعبانه. فانا يعني بحافظ عليها واخاف عليها اكتر من ولادي، لان انا اللي متوليه علاجها ومتوليه اكلها. الرساله وصلت لست ام محمد، شكرا لاتصالك. الشيخ ايمن هيرد عليك. شكرا. ترد عليها شيخ ايمن ولا نقول قصه سيدنا داوود؟ نرد عليها عشان هي بتقول لك ان انا يعني بعاملها كويس جدا وشايلها اكتر من ولادها، بس دايما يعني بتتعصب بقى، انت عارف الناس الكبيره، فاولادها قالوا لها اقفلوا عليها يعني، فهي دعت عليها فخايفه الدعوه دي، يعني نفسيتها تعبانه. احنا بنقول ايه؟ ان حماتك زي امك. مش زي، هي امها بالفعل. ده بالفعل صح. انا قصدي يعني عاملها زي امك. فانت شوفي اكنك دي اكني دي دي يعني والدتك. أمك اللي والدتك. شوفي هتتعاملي معاها ازاي. انت تتحمليها وتحتسبي هذا الاجر، اكيد ربنا سبحانه وتعالى هيعوضك. واللي بتعمليه هتلاقيه. اللي بتعمليه مع حماتك هتلاقيه من زوجات ابنائك. فاصبري واحتسبي، وعلى قدر الامكان ما تزعلهاش. هم قالوا لك اقفلي عليها، انت لو في فرصه تقعدي معاها وتكلمي معاها اقعدي يا ستي. الوحده صعبه جدا يا شيخ ايمن طبعا عند الناس المسنه دي بالذات، يعني انا اعتقد حتى المسنين اللي عايشين في الوحده دول بيبقى كلامهم كتير جدا جدا، ما بيصدقوا يلاقوا اي حد، فيقعد يتكلم بقى ايه على الفاضي وعلى المليان، واخد بالك؟ فهي لازم تتحمل الحاجات دي يعني. لازم. هو بص ده ابتلاء. والله ابتلاءك ده اقل كتير من ابتلاءات ناس كتير. فتحملي واصبري لله. انا اعتقد الرساله وصلت للست ام محمد. نخش في موضوعنا بقى يا شيخ ايمن. سيدنا داوود. سيدنا داوود. سيدنا داوود عليه السلام يقول يا رب او ربي دلني على اخفى نعمك علي. اخفى نعمه انا مش واخد بالي منها. شوف الانبياء، وده حال كل الصالحين والاتقياء. بيدور على حاجات دايما كده، عنده حب ان هو يعرف نعم ربنا عليه. في ناس عايشه والله غرقانه في نعم، غرقانه. وناسي ان المنعم هو الله. والله يا شيخ. وناسي اللي تفضل عليه بهذا العمل او هذا الرزق هو الله. والله يا جماعه لا مش كده، ده احنا في كل حياتنا كلك كده ملك لله. مين اللي وهبك الصحه؟ مين اللي انعم عليك بنعمه الصحه والستر والعافيه؟ مين اللي بيرزقك؟ مين اللي متكفل بيك؟ مين اللي الاعضاء دي كلها بتتحرك وبتشوف دورها الطبيعي بقدره من؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى انا ما انساش نعمه الملك عليا، ولا فضله ولا كرمه عليا. انا كل ليه. شوف بقى سيدنا داود، يا رب دلني على اخفى نعمك علي. اخفى نعمه. قال يا داود تنفس. خد نفس. فتنفس داود. فقال له يا داود من يحصي هذه الانفاس اناء الليل واطراف النهار؟ مين اللي بيحصيها لك؟ مين اللي واخد باله منها، باله من انفاسك؟ مين اللي بيحصيها لك بيعدها لك؟ تخيل انت، فمع كل نفس نعمه لابد ان تشكر الله عليها. في كل نفس بيخرج منك فده نعمه من الله اني وهب لك الحياه. بالله عليك كم مره بتحمد ربنا على انفاسك؟ بتحمد ربنا في اليوم كم مره على الاعضاء اللي من عليك بيها؟ كم مره انت زعلان ان انت مبتلى بسحر وبقالك سنه 2 10 15؟ عارف مشكلتنا فيها يا استاذ ابراهيم؟ اتفضل يا شيخ. ان احنا دايما بنبص اللي اعلى مننا، مع ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا اذا نظرت فانظر الى هو من اقل منك ولا تنظر الى من هو اعلى منك. انت مرتبك 1000 جنيه، ليه تبص لواحد مرتبه 2000 او 5؟ ببص اللي مرتبه او معاشه 600. ليه انا عايش في شقه تمليك مثلا 3 غرف ابص لواحد عنده 5 غرف وصاله او عنده فيلا؟ ليه ما ابصش اللي عنده شقه
اوضه وصاله. صح. ليه دايما ببص اللي اعلى مني؟ ليه ما ببصش للي اقل؟ انا مبتلى وعندي سحر، طب ما اخش المستشفيات اشوف المرضى عاملين ازاي واحوالهم. ابص اللي اقل مني ليه؟ عشان اعرف احمد ربي على النعم اللي انا فيها، لان في مبتلى اكثر مني. طبعا طبعا طبعا. انا هديك نعمه واحده بس. نعمه واحده بس اقسم بالله. لو قعدت تحمد ربنا عليها من هنا لغايه اما تموت مش هتوفي حق شكرها. كل واحد بقى مبتلى بسحر، مبتلى بامراض، حماتها تعباها، عندها مشكله، مش عارف عنده ايه، اقعد بقى كده وعايزك تديني كل يعني تصغيلي بكل جوارحك وبعقلك. عشان نعرف قد ايه ربنا كريم ومنن علينا بنعم كثيره. احنا قلنا يا جماعه اي مبتلى يعني من السحر والمرض والحسد يتواصل مع الشيخ ايمن، نزلوا لنا رقمي ورقم الشيخ ايمن، اي حد عايز يتواصل معانا ان شاء الله باذن الله يتواصل، انا التواصل معايا على الواتساب، رقمي كمان واتساب موجود ان شاء الله. يا شيخ ايمن ان شاء الله احنا مكملين في الموضوع ده باذن الله. ان شاء الله باذن الله. اي حد مبتلى ان شاء الله هيتصل بيا هوجهه لسيادتك او اي حد يتواصل معك مباشره تانية. اسال الله ان يرزقنا الاخلاص في القول والعمل. امين يا رب العالمين، امين يا رب العالمين. نرجع بقى لكل المبتلين. انا عايز كل واحد قاعد سامعني دلوقتي ايا كانت مشكلته، طبعا مفيش واحد خالي من المشاكل، خالي من الابتلاءات، خالي من تنغيص الحياه. تمام. كلنا مبتلين لان هي الدنيا. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ امال انت هتختبر ازاي؟ انت عايز تدخل الجنه ببلاش؟ لا، الجنه غاليه. الجنه غاليه. واخبرنا بهذا النبي صلى الله عليه وسلم الا ان سلعه الله غاليه. الا ان سلعه الله غاليه. الا ان سلعه الله غاليه. الا ان سلعه الله هي الجنه. عيش بقى معايا عشان نعرف الناس ان ربنا كريم ومن علينا بنعم كثيره. وانا نفسي اعيش معاك والله يا شيخ عين. انا بس هتكلم عن نعمه واحده. اتفضل. نعمه واحده. اتفضل. الكلى. الكلى. اشمعنى اشمعنى يعني اخترت الكلى يعني انا بس نعمه واحده من نعم ربنا علينا. ان انا بتوجع مع علي اصدقائي عندهم فشل كلوي. بص بقى ايها المبتلى. مريض الفشل الكلوي والزبرين. بيغسل كم يوم في الاسبوع؟ في حد بيغسل مره، في حد بيغسل اتنين، في حد بيغسل ثلاث مرات. لا، هم ثلاث مرات في الاسبوع. لا، وانا في يعني على حسب الحاله. حسب الحاله. يعني على حسب الحاله. يعني خلينا احنا بقى في الحالات اللي هي الطبيعيه الثلاث مرات في الاسبوع. الثلاث مرات في الاسبوع. عافانا الله واياكم يا شيخ. اسال الله ان يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. امين يا رب. وان يرفع الوجع عن كل متوجع، وان يرفع الالم عن كل متالم. امين يا رب. يا رب. امين يا رب العالمين. طيب، مريض الفشل الكلوي طبعا ما بيعرفش يقضي حقته زينا. ما بيعرفش يخرج البول. أيوة. خلاص هو اتمنع عنه. لان الكلى فشلت. مش لا بتنقي الميه ولا الدم. مريض الفشل الكلوي بيغسل كم يوم في الاسبوع؟ ثلاث مرات. ثلاث ايام. يا كل واحد مبتلى شوف اللي غيرك اللي مبتلى اكتر منك، نعمه واحده بس هنتكلم عليها هي نعمه الكلى. بيغسل ثلاث ايام في الاسبوع. هيعرف يشوف شغله زي اي واحد؟ لا طبعا. شوف شغل ايه بقى؟ ده الميت الحي يعني يا شيخ ايمن، عافانا الله واياكم وربنا يشفي جميع امراض المسلمين. كلام جميل. يعني هيغسل ثلاث ايام، الثلاث ايام دول هيتعطلهم. طبعا. حتى لو شغال ولسه بصحته وشبابه في ثلاث ايام رايحين منه. ده ثلاث ايام يا شيخ ايمن، ده بيجي من الغسيل الكلوي ده يعني شبه جوز سهام ده، يعني ربنا يشفي كل مريض يا رب. ما انا لسه هتكلم، انا لسه جاي لك في عن الالم اللي هو بيحس بيه. يعني اللي هو شاب وعنده اولاد وعنده اسره، في ثلاث ايام رايحين منه. بيغسل فيهم. وربنا يكرمه بقى ان لقى مستشفى حكوميه عشان يغسل ببلاش. الا لو يغسل على حسابه بقى، ده بقى يعني نسال الله ان يعني يرضي جميع العباد. امين يا رب. تخيل انت بقى هيغسل ثلاث ايام، بيقعد على جهاز كبير، بيخش غرفه جهاز قد غرفه كبير. بينام عليه من 4 لـ8 ساعات. هم دلوقتي بيغسلوا 4 ساعات عشان الوقت كتر المصابين. لكن هو في الاصل من 6 لـ8 ساعات. ركز كده معايا، وعايزك توحد رب الارض والسماوات. لا اله الا الله. نايم على ظهرك 6 ساعات. على ظهرك بدون حركه. شوف الالم بقى اللي مريض الفشل اللي اتكلوا فيه. صح. شوف الوقت اللي هيفرغه مع زوجته او مع ابنه او مع اي حد من اصدقائه. 3 ايام مواصلات، معاناه، الم، تعب تعب تعب.
هينام على جهاز 6 ساعات عشان كل دمه يخرج يتصفى ويتنقى وكل الميه في جسمه تخرج ياخدوا يشدوا الميه يسحبوا الميه الزياده. ما هو مفيش عنده اكله بحساب شربه بحساب كل حياته بحساب. ما ينفعش ياكل اي اكل، ما ينفعش يشرب اي شرب، ما ينفعش يكتر في الاكل ولا الشرب، مفيش خروج للميه، ما بيعرفش يقضي حاجته ان هو يتبول. تخيل والله. يعني بيشرب ميه بحساب. والله يا شيخ ايمن ولا كنوز الدنيا ولا كنوز الدنيا. انا عايزك بس تتامل معايا الموقف. واحد عايش حياه بدقه بنظام في الاكل ونظام عجيب، اخره ياكل تفاحايه وده اكتر اكل، مزايا غيره وغيره وغيره الاكل، لان الميه لو كترت في جسمه بتتخزن بتملى. ما فيش خروج للميه، هو بيروح يغسل عشان يشد يسحبوا الميه من جسمه وكل الدم يخرج ويتنقى. شوف انت بقى المعاناه اللي هو فيها، بيغسل 3 ايام في الاسبوع، يعني 12 مره في الشهر، يعني في السنه 144 مره. تخيل انت بقى المعاناه والالم والشده والمصاريف، وحالته في كرب. بينام عشان يغسل الكلى 3 ايام في الاسبوع. طب انت يا مسلم يا موحد يلي ربنا عافاك من هذا الابتلاء، يلي كليتك سليمة، انت عارف كل يوم كليتك بتتغسل كم مرة؟ كل يوم كليتك بتتغسل 30 مرة بدون ما تشعر، بدون ما تحس، بدون ألم، بدون وجع. من الذي من عليك بهذه النعمة؟ الله سبحانه. يبقى ما يستوجبش شكرها. الله سبحانه. شكرت ربك كم مرة في اليوم انه عافاك من هذا المرض؟ بيجي لنا حالات زعلانة على السحر، زعلانة على الابتلاءات، زعلانة على المصايب اللي هي فيها. اهو واحد بس مريض بفشل كلوي بيتألم وبيعاني وفيه من الوجع والألم. انت كل يوم يا معافى اللي ربنا عافيك بيتغسل لك كليتك اكتر من 30 مرة بدون ما تشعر وبدون اي وجع وبدون اي ألم وبدون اي اعراض وبدون ما تحس. هل شكرت الله؟ هل شكرت الله على هذه النعمة؟ هل شكرت الله؟ آه وآه إن لم يرضى عنا الله. والله إحنا ربنا منن علينا بنعم لا تعد ولا تحصى، لا تعد ولا تحصى. لكن دايما الإنسان سبحان الملك يسخط ويعترض على حكم وقضاء الله. في غيرك مبتلى أكتر منك، روح المستشفيات يا أخي وشوف المرضى، روح وشوف احوال الناس عامله ازاي. والله هتبكي لما تشوف احوال الناس، هتهون عليك بلوتك كما نقول او ابتلاءك. والله يا استاذ ابراهيم احنا في نعم لا تعد ولا تحصى. يا اخي لما واحد يقابلك ويقول لك عامل ايه، قول له الحمد لله، ده انا في نعم. الدنيا مزنقه شويه معاك في الماء في الماده او المال، واحد يسالك قول له الحمد لله، ده انا ربنا رزقني بصحه. والله العظيم في ناس معاها ملايين، لا معاها مليارات مليارات، ومش قادرة تتنعم وتتنفس بالصحة اللي انت عايش فيها. قصة جميلة قوي، واحد ملياردير عنده عقارات سيارات، عنده عمارات، كل نفسك فيه قول سيارات. عارف يعني ملياردير؟ عمل حادثة ماتت في الحادثة زوجته، وهو أصيب بشلل كامل، شلل كامل، أصبح طريح الفراش لا حول به ولا قوة. مين اللي نجا من الحادث؟ السائق، السواق بتاعه. السواق كان عنده وفاء وشهامة، تفرغ لخدمة هذا الرجل، بقى جالس معاه. الرجل ده عنده ولد وبنت، ولد شق طريقه في بلاد بره، والبنت متجوزة وعندها حالها وبيتها وأولادها. مين اللي قاعد مع هذا الرجل؟ السواق. بيأكله، يشربه، يقضي له حاجته. طب بالله عليك كم مرة شكرت ربك ان انت بتقضي حاجتك بنفسك بدون ما يطلع على عورتك احد؟ بالله عليك كم مرة لكل مسلم بيسمعني الان، كل موحد، كل واحد بيقول انا بحب ربنا، كم مرة شكرت ربك ان انت بتقضي حاجتك بنفسك بايدك ومحدش بيطلع على عورتك؟
تخيل انت بقى اللي في ناس كتير بيطلع على عورتهم ناس، شوف قمه الحياء وقمه الكسوف اللي بيبقوا فيه. حتى لو ابنك، حتى لو ابنك هو اللي بيقضي لك حاجتك يا اخي، والله لو زوجتك هتحس بكسره، هتحس بألم ان انت مش قادر. تخيل بقى السواق بيشربه وبيطعمه ويلبسه وبيقضي له حاجته ويعطي له الدواء. الراجل بيقول طول النهار السواق شغال تعبان، باجي بالليل انت عارف بقى الفراش وقرحة الفراش نايم على ظهره، فبيقول عايز ابقى عايز احك في ظهري، يهرش احك في ظهري. بيستحي ان هو يصح السواق عشان يقول له حك لي في ظهري. فبينادي يقول ايه وهو بيبكي، يا رب يا رب مين ياخد مالي كله، مالي كله ويديني بس ايد، ايد عشان احك بيها في ظهري. نعم ربنا يكرمك. حكى بمليارات، تخيل. يبقى الصحه افضل طبعا ولا المال؟ مال ايه بقى يا شيخ ايمن؟ يبقى لما واحد يقابلك ويقول لك عامل ايه وصحتك عامله ايه تقول له ايه؟ وجعت قلوبنا يا شيخ ايمن. الحمد لله والله وجعت قلوبنا يا شيخ ايمن. اللهم اجعلنا من الشاكرين يا رب. وجعت قلوبنا بجد يعني. احنا نسينا بس نعمل تهنئه بس بعد الفاصل، طبعا مش هنقدر نتكلم دلوقتي. وجعت قلوبنا بجد يا شيخ ايمن. مشاهدينا بعد الفاصل وانتظرونا في فقره فرحه محتاج. بعد الفاصل هيكون معانا الأستاذة نهاد إبراهيم تهامي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لرعاية الأمومة والطفولة. انتظرونا. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. اهلا بيكم مشاهدينا في كل مكان في مصر وفي الوطن العربي. ووصلنا للفقره المحببه لقلوبنا، فقره فرحه محتاج. واسمحوا لي في بدايه الفقره ان ارحب برئيسه مجلس اداره الجمعيه المصريه لرعايه الامومه والطفوله والمساعدات الاستاذه نهاد ابراهيم تهامي. اهلا بك يا استاذه نهاد. اهلا بك يا استاذ، اهلا بحضرتك. يا اهلا وسهلا. اهلا بك. مشاهدينا في كل مكان تحياتي ليكم، وهذه الفقرة محببة إلى قلوبنا. انتظرونا إن شاء الله بإذن الله هنحكي فيها عن الحالات اللي بتقوم بها الجمعية بالمساعدات إن شاء الله. وفي بداية الفقرة بس بوجه التهنئة لشركة الاتحادية جروب للاستثمار العقاري وإدارة المشروعات، تمتلكها السيدة الدكتورة سهير فاضل والمهندس علي خلف، ولا يوجد لهم شركاء آخرين يعني. تحياتي ليك يا دكتوره سهير، والف مليون مبروك، ونزوركم دايما في وهو صرح كبير. الصور دي من الافتتاح اهي موجوده معانا على الشاشه. ده طبعا كان مشرف الافتتاح للاستاذ نصر الشاهد مدير انتاج قناه الصحه والجمال، وده الدكتوره سهير فاضل. الف مبروك يا دكتوره. وكان مشرف طبعا الافتتاح دوت السيد اللواء طارق المهدي محافظ الاسكندريه الاسبق، والسيد اللواء محمد عبد العظيم رئيس حزب الجمهوري المصري، وكوكبة من النخبة وكوكبة من الإعلاميين. ألف مليون مبروك يا دكتور سهير، وإن شاء الله نزوركم وهو صرح كبير إن شاء الله. ربنا يبارك في أعمالكم يا رب العالمين، ونسأل الله أن يفتح عليكم من بركاته يا رب العالمين، وأن يرزقكم رزقا حلالا يا رب العالمين. ألف مبروك يا دكتورة سهير، وألف مبروك الباشمهندس علي خلف، وشركة على افتتاح شركة الاتحادية جروب للاستثمار العقاري وإدارة المشروعات برئاسة الدكتورة سهير فاضل والمهندس علي خلف. شكرا ليك. نرجع بقى لفقرتنا تاني، فقرة فرحة محتاج، وهنبدأ الفقرة مع الأستاذة نهاد، وهنشوف أحوال الجمعية المصرية والتبرعات. الموضوع عامل إيه بقى دلوقتي يا أستاذة نهاد؟ وإزاي يعني أنت اوصفي لي أو احكي لي الجمعية بتقوم إيه بالظبط؟ يعني بتساعدوا الناس إزاي؟ وبتقفوا جنب الأسر إزاي؟ والله احنا بنحاول بقدر الامكان نوفر لهم حياه كريمه. بنوفر لهم علاج. بنوفر لهم طبعا مواد غذائيه، ده اساسي لكل اسره، وغير المبالغ الشهريه. مبالغ شهريه للاسر يعني؟ تمام. عندكم اسر كتير يا استاذ نهاد؟ عندنا يعني على مستوى القاهره الكبرى عندنا اكتر من 300 اسره. 300 اسره ورقهم في الجمعيه؟ تمام.
تقدروا تغطوا 300 اسره يا استاذه نهاد؟ والله احنا بنحاول، بس برضو زي ما كلمت حضرتك قبل كده ان في قله موارد شديده جدا عندنا، بس بنحاول ان احنا على قد ما نقدر احنا نوفر، ويا ريت يبقى نقدر ان احنا ناخد اسره اكتر من كده. هو يعني تقدر توصفي لي حجم المتبرعين دلوقتي من حجم المتبرعين زمان؟ يعني ايه الحال دلوقتي؟ انا عايز افهم يعني. لا هو قل جدا يعني، هو قل جدا عن زمان. يعني الناس مش عارفه، ما يعني طبعا بقى عشان اصلا الحياه غاليه اصلا طبيعي، وكان الاول بيبقى فيه فائض عندهم فاللي حابب بيساهموا بيه، لكن اعتقد انه دلوقتي لا. بيجوا لكم اسره وتمشي كده من غير ما تاخد حاجه لما ما يكونش في الجماعه اي شيء يعني؟ وده شيء بيضايقنا جدا يعني، بس هنعمل ايه؟ احساسكم ايه بقى وانت ماشيه مثلا ست، وانت عارفه ان دي مثلا بتربي في يتامى واخد بالك؟ بص هو وانت عارفه ومتاكده ان مفيش في بيتها رغيف عيش، بتمشيها ازاي؟ لا هي مش بتمشي مقصود الخاطر، بس مش بنقدر نعمل لها اللي احنا نفسنا نعمله. يعني مش بنكفيها، احنا نفسنا كل اسره محتاجه تلاقي احتياجاتها، دي حاجات اساسيه. يعني انا ما بطلبش، او هي مش بتطلب حاجه فوق طاقه اي حد. الحاجات الاساسيه اللي اي بيت بسيط ممكن يعيشوا فيه. فاحنا بنحاول نوفرها على قدر الامكان اللي انا نقدر عليه، بس لو في ايدينا اكتر من كده هنساعد. انا شايف المخرج منزل على الشاشه ارقام تليفونات التواصل مع الجمعيه للمتبرعين يعني، ورقم حساب الجمعيه. تقدر توصفي لي بقى يعني، بتردد عليكي مثلا في خلال الاسبوع ده، بس الاسبوع اللي فات ده كم اسره مثلا؟ لا هو كل يوم بيخبط علينا، كل يوم على طول، بس يعني احنا بنجهز الورق بتاعهم وبنعمل لهم البحث الطبيعي بتاع اي جمعيه، وبنحاول احنا نوفر لهم التكاليف بتاعتنا. بتحاولوا تتصلوا بقى برجال اعمال وبناس يعني ميسرين كده؟ ميسورين. بيكون الردود ايه بقى يا استاذه نهاد يعني؟ قولي ما تقلقيش يعني. ما فيش امكانيه، لا والله انا ما اقدرش اعمل حاجه دلوقتي. ساعات ردود جدا بتتقلي ان احنا مش مهتمين يعني، انا ده الرد بقى كتير قوي، الكلمه ديت بقت على طول. احنا مش مهتمين، مش مهتمين بالموضوع ده. يعني ايه مش مهتمين؟ يعني الناس دي تعيش منين يعني؟ الناس ديت ملجاها وملاذها الوحيد هذه الجمعيات يعني. انا عشان كده بقى عندي الفكره بتاعت ان هو يجي يشوف بنفسه. ديت دي انا حابه ان هو تتعمل، لان لما اكيد لما يشوف بنفسه مش ممكن يقول كلمه زي دي، او مش ممكن يقول كلمه مفيش امكانيه. دي حاجه بسيطه منك هتقدر تعيشهم حياه كريمه. هتخليهم يعني نوفر لهم ازازه الزيت كيس سكر. هي بتقف معاك على ازازه زيت وكيلو سكر؟ معقول؟ والله. لا يا استاذه نهاد يعني، ما سألوا لحضرتك حاجه، ناس كويسه يعني وناس كتير خيره يعني. انا ما بقولش ان هم وحشين، هم كويسين جدا، بس الغلو بتاع الحياه دلوقتي بقى فعلا هو غصب عنهم. بس انا عايزه اوصل لهم فكره ان يعني انت هتشتري ازازتين زيت عندك في البيت، هات واحده زياده. يعني مش اللي هم فاكرين ان لازم يبقى حاجه جامده ان هي تيجي للمجاميع. انا هكمل بعد المداخله دي. معانا مداخله للاستاذ مرسي قنديل الاعلام والزميل مقدم برنامج فرحه محتاج والمستشار الاعلامي للجمعيه المصريه لرعايه الامومه والطفوله. اهلا بيك يا استاذ مرسي، مشرفني ومنورني. اهلا بيك. اهلا بيك يا ابراهيم، ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا فندم. الحمد لله، ازي حضرتك يا فندم؟ انا كنت بس حابب ان انا اوجه رساله من التليفون لكل اهل الخير، اللي احنا كل مبادئنا اصلا او واهم حاجه عندنا اللي هو الناس اللي هي عايزه تعمل خير وشكه في نزاهه الجمعيات، او طبعا بسبب اللي بنسمعه او اللي احنا بنسمع عنه من خلال الجمعيات ان في ناس ما بتساعدش او الكلام ده كله. لا احنا ممكن بنقول لاهل الخير اللي عايز يعمل حاجه، عندنا الحاله، عندنا الطبيب المعالج، عندنا الاسر الايتام اللي ما بقاش يعني بقى لها ملهاش حظ، عندنا الاسر الفقراء والمرضى، عندنا كل حاجه. يجي يشرفنا في المقر واحنا على اتم استعداد بتوصيله للحاله مباشره. يعني يا استاذ مرسي لو متبرع وحب هو يعني يوالي الاسره دي او ينفق عليها او يتولاها، بتسمح له ان هو يتواصل على طول مباشره مع الحالات؟ حضرتك احنا بندي حق الاهل الخير التواصل مباشرة مع حتى التكافل بالنسبة للأسر.
طبعا ممكن بنتواصل معاه من خلال الجمعيه ان احنا بنوصله، مثلا هو دلوقتي عايز يتكفل باسره او اثنين او 10، بنوصله بيهم بقائمه معروفه باسم الناس بعناوينها بارقام تليفوناتها، بحيث اللي هو حتى ممكن يبعت المساعده ليهم مباشره ليهم هم. هي الجمعيه بتواجه يعني ازمه دلوقتي في التبرعات يا استاذ مرسي؟ اكيد يا فندم، في ظروف الغلاء اللي احنا بقينا فيها وتقريبا صعوبه الاقتصاد في مصر، اغلب رجال الاعمال دلوقتي بيشتكوا من الموضوع ده. اغلب رجال الاعمال كان الاول الناس بتقدر تطلع وتساعد وكان الدنيا ماشيه، دلوقتي بقى في ظل الازمه الاقتصاديه وفي ظل الغلاء بقت الدنيا مضغوطه حتى على رجال الاعمال ومعظم الناس اهل الخير. فبس في الاخر بنقول ان ربنا سبحانه وتعالى بيرزق يعني بيجعل الخير للناس ديت عشان يعملوا خير بيها يعني. لا فاحنا بنحاول نساعدهم بطريقه ما، عن طريق مثلا ان دلوقتي مثلا رجل اعمال حب يتبرع لحاله وطلب الحاله ديت، او طلب يتبرع في المستشفى اللي هنعمل فيها العمليه، ده ما فيش اي مشكله عندي. هو ممكن يتوجه للمستشفى. طيب يعني يا استاذ مرسي، انتوا بتقبلوا طبعا التبرعات العينيه مثل الزيت والسكر واللوبيا كل انواع التبرعات العينيه؟ احنا طب لما يجي حد يا استاذ مرسي يتبرع لك مثلا ب 50 شنطه او ب 100 شنطه او ب 1000 شنطه، بياخد ايصال من الجمعيه بالحاجات اللي اتبرع بيها دي؟ يا فندم، بياخد ايصال تبرع عيني رسمي موجه له باسمه او باسم شركته. وده بيستخدم في رفع الضرائب عنه او تخفيف الضرائب عنه. بالنسبه للتبرعات العينيه المستعمله احنا برضو بنقيمها وبندي له بقى ايصال رسمي. شكرا يا استاذ مرسي على اتصالك، شكرا جزيلا، شكرا لاتصالك يا فندم. شيخ ايمن، سريعا كده بقى عشان ما بقاش في وقت في الحلقه، عايزين نذكر بقى اصحاب الاموال، يعني زكاه المال فين بقى، وزكاه والزكاه عن الصحه والجسد، الناس بقى بتوع الاموال دول يا شيخ ايمن. والله لو كل واحد يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، ما نقص مال عبد من صدقه، ما حدش هيبخل ابدا. ودو مرضاكم بالصدقه يا شيخ ابدا، عمر مالك ما ينقص من صدقه. والله ده ربنا سبحانه وتعالى بيزيدك. انت بتكرم عبد، هو انت اكرم من الله؟ والله لو مشيت بالمنطق ده هتخسر كتير. فاحنا عايزين ربنا يكرمنا ونناشد. احنا طبعا الجمعيه لازم تعرف الناس، احنا الغرض من الجمعيه احنا كله لله. عشان الناس ما تظنش ان احنا في شيء. احنا لولا ان عارفين الجمعيه دي يا جماعه محترمه والقائم عليها صديق لينا وعارفين ان هو ماشي بما يرضي الله، احنا ما كناش طبعا هنتكلم عنها. ده اكيد، عشان بس الناس تبقى فاهمه، احنا مالناش اي مصلحه والله الا ان احنا استاذ مرسي عرض علينا ان الموارد بقت قليله، فاحنا واقفين معاه لله لا بدون مقابل ولا اي شيء. طبعا هو الموضوع يا جماعه اللي عايز يعمل خير، احنا بفضل الناس دي كويسه وبتوصل، وكفايه ان هي بتفتح لك باب لغايه المتصدق عليه بذاته. عايز في عمليه عند الطفل عمر قلنا عليها لسه، لا حول ولا قوه الا بالله، لسه ما حدش عايز يتبرع. انت روح بشر حالك بنفسك، شوف بحالك، انت عندك اشكاليه مثلا ان ممكن الجماعه دي او القائمين عليها ممكن يعمل، لا روح بنفسك وتابع وشوف. صح، في مصداقيه اتعامل، مفيش مصداقيه اللهم السلام عليكم. هو في اكتر من الاستاذ مرسي بيقوله، قال لك حتى لو عايز يتولى وينفق على اسره اثنين ثلاثه يجي المتبرع واحنا نديله ارقام تليفوناتهم ونوصلهم لغايه بيوتهم ويتولاهم هم من بره بره يعني. والله احنا بنناشد وبنفتح باب، بندل للناس على باب خير. اللي عايز يشتغل مع ربنا بنفسك. مش عايز براحتك، هتفتح باب ربنا يفتح لك ابواب. هو في اقتصاد جميل جدا. والدنيا حلوه وفي رجال اعمال ما شاء الله معاهم طمع، بس يا شيخ بس اي حته يعني الظروف. لا قول الحمد لله. انا بناشد بس كل واحد من رجال الاعمال، ومعلش يعني ان انا اطول، بس والله الموضوع عشان الفقراء والمساكين والمرضى اللي هم في المستشفيات، مش اكثر ولا اقل. ساعات واحد الجماعه بتتكلموا منين يا اخي. يا اخي اناشد كل واحد غني وكل واحد ربنا موسع عليه، انت كل يوم بتحط البنزين في عربيتك بكام؟ كل يوم بتصرف على الاقل
الساعي في الشركه ولا المرتبات بتاعت الموظفين. ايه المشكله؟ ايه المشكله يا اخي؟ حتى تجبر بخاطر اي واحد بيقول لك يعني عايز حاجه مساعده، تجبر بخاطره باي حاجه. الله يفتح عليك. حتى ما تقبلش. واما السائله فلا تنهار. اوعى تنهار، اوعى تقول له انت بكل ابتسامه جميله وفعلا معكش، ربنا يسهل لك وهحاول ان انا يعني اشوف لك حاجه وتليفونك معايا، كلام جميل. لكن احنا انا بسمع من الاستاذه كحاجات استاذ مرسي لا او ما حدش يتصل عليا تاني. ليه يا عم؟ الراجل بيجي يقول لك يفتح لك باب للجنه. ما في باب اسمه باب الصدقات. انت مش عايز يوم القيامه كده ينادي عليك من هذا الباب، تعالى يا فلان انت كنت نال الصدقات، أرضيتم بالحياة الدنيا وثاقلتم إلى الأرض. هي مشكلة والله ما بتهونش إلا غير على الفقير بس يا شيخ، والله ما بتهون غير على الفقير يعني. أنا إن شاء الله بإذن الله يا أستاذة نهاد يعني أنا أوعدك إن شاء الله بإذن الله، وعندي يقين في أهل الخير كتير في مصر إن شاء الله يتبنوا الحالات اللي عندك. أنا عارف إن شاء الله. وأنا قبل الهوا بسألك، كنت متأثرة جدا عشان حكيتي لي بعض ظروف الناس كده، وأنا عارف إن أنت متضايقة، بس إن شاء الله بإذن الله خير يعني. إن شاء الله. نأمل في الله خير يعني وفي المشاهدين. السعادة الحقيقية بقى، السعادة الحقيقية في مساعدة اليتامى والمساكين والمحتاجين، مش السعادة في تكنيز المال وحجمه. هتكبر لمين يعني؟ هتكبر المال، ما انت في الآخر برضو هتمشي يعني وهتموت. إنك لميت وإنهم لميتون، كلنا هنفوت الدنيا. الفكرة بس إنك تبقى راضي عن نفسك، ولو حتى 60% 50% مش شرط يعني 100%. جمعت فلوس كتير طلع بقى، لان اللي اعطاك المال قادر ياخده منك تاني. فافتح باب، ربنا يفتح لك 100 باب. عندنا طبعا فقراء كتير، وعايزين نقعد بقى مع بعض يا جماعه. موضوع التكافل الاجتماعي دوت والعداله الاجتماعيه دي، احنا عارفين قد ايه الحياه صعبه دلوقتي وقد ايه المصاريف كتير. انا في نهايه حلقتي لا يسوعني إلا أن أشكر الداعية الإسلامي الشيخ أيمن المصري. كنت معايا يا شيخ أيمن، منور. الله يبارك لك مصورين. أسأل الله أن يرزقنا الإخلاص والقبول. آمين يا رب العالمين. كما أشكر أيضا الأستاذة نهاد إبراهيم تهامي، رئيسة الجمعية المصرية لرعاية الأمومة والطفولة. كنت معايا أستاذة نهاد، شرفتين. شرفت بيك. مشاهدينا على أمل أن نلقاكم في 9 صباحا من كل يوم أحد. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من برنامج أزمة أخلاق.